من أكتر الجروبس المنتشرة على السوشيال ميديا بشكل عام هي الخاصة طبعا بالستات والفضفضة، ولما بنقول فضفضة مش شرط يكون في مشاكل، وطبعا النوع ده بيكون خاص بس بالستات، يعني ما ينفعش أي راجل يشترك فيها، وده طبعا عشان يقدروا ياخدوا راحتهم في الكلام مع بعض. النهاردة معانا ضيفة عندها قصة جميلة جدا خليتها تعمل جروب مستوحى من فكرة مسلسل، وهيكون هدف الجروب ده هو مساعدة أي ست أنها تشتغل أو تدرس أو تناقش مشاكلها وتطور من نفسها. منورنا النهاردة مروة هريزي مؤسسة جروب ليه لأ. ازيك يا مروة؟ ازيك يا ريهام، عاملة ايه؟ الحمد لله كويس. كله حلو. أنا أول حاجة هسألها لك هو اللي أنا قلته في التقديمة، جات لك فكرة الجروب من المسلسل؟ جات لي فكرة الجروب وأنا قاعدة بتفرج على المسلسل. أوكي. يعني أنا عامة ما بتفرجش على مسلسلات عربي غير في رمضان، طبعا وقتها كانت الكورونا وقعدة الكورانتين في البيت، فخلاص نتابع مسلسل ولطيف حلقاته قليلة فاتفرجت على المسلسل. وأنا بتفرج على المسلسل جات لي فكرة الجروب. بس برضو لما جات لي فكرة الجروب ما كانتش زي ما احنا دلوقتي، يعني أنا جالي الفكرة قلت لأصحابي أنا بفكر أعمل جروب، إيه رأيكم يا جماعة؟ احنا أنا هقعد صحابي وهم يعملوا إضافة لأصحابهم ونعمل جروب كده 300-400 نرغي 3-4 أيام وخلاص كل واحد يروح بيته. لا، الموضوع ما بقاش كده خالص، الموضوع كبر عن كده بكتير، ايفن حتى عن التوقعات بتاعتي او انا كنت عاملة ازاي. بس هو الاساس كان مسلسل ليه لأ. طب انت كان عندك اي نشاطات اجتماعيه قبل الجروب؟ خالص، اكتر من ان انا بخرج مع اصحابي ولما بتخانق منهم على الواتساب بخرج واسيب الجروب، ما بعملش حاجه اكتر من كده. انما اخري كانت جروبات واتساب اصحابنا بس، ما اي حاجه ليها علاقه باستثناء طبعا ماي بصفحتي انا الشخصيه على فيسبوك، ما كانش عندي اي حاجه تانية. طب انت عملتي شيفت او تغيير في حياتك من مجال البنوك للسوشيال ميديا؟ خالص، انا لسه زي ما انا لسه ولا اي حاجه اتاثرت. بس هو الموضوعين تحسي ان هم ملهمش علاقه خالص ببعض. ملهمش اي علاقه ببعض. بس لو اقول لك انه ده كمان جزء من شخصيتي حتى في شغلي، يعني لا انا في شغلي في مجال البنوك بقالي 15 سنه، وحقيقي انا بشتغل بقالي يعني 27-28 سنه في مجالات كتير. انا ما عملتش شفت، انا زي ما قلت لك وقتها كانت الفكره فكره ان انا بعمل جروب نسليكم في الكورونا وحقيقي نتكلم فيه بس عن تشالنج، ايه الحاجه اللي قلتي ليه لا، طب ما اجرب انا مش خسرانه حاجه وعملتيها. انا على جروبات كتير قوي او تقريبا معظم جروبات الستات اللي على فيسبوك، فانا بتفرج. مش هقول لك ان انا اكتف غير على جروبات الطبخ، انا بحب اطبخ فتلاقيني دايما بشير الحاجات دي عليها، انما الجروبات الباقيه ببقى معظم الوقت متفرجه. فابتديت اشوف ايه فين وازاي وليه، وقلت طيب لا احنا هنحكي قصص بصرف النظر هي نجاح ولا ما حصلش فيها نجاح. يعني انا قلت ليه لا، طب ما اجرب انا خسرانه ايه، نجحت او ما نجحتش انا عايزه اشارك القصه مع الناس. انا بشاركها الناحيه الثانيه، حد بيقرا بيتفرج بيتعلم بتلمس حاجه عنده، ده كان الاساس. واوريدي ابتديت بنفسي عشان ادي الناس مساحه امنه. سوشيال ميديا عامه وفيسبوك والحاجات دي كلها مش اكتر حاجه كل الناس ممكن تتكلم عليها بمنتهى الصراحه. يمكن انا خليت الجروب برايفت او خاص، يعني لازم عشان حد يدخله يبقى حد تاني هو اللي ضايفه. حطيت شويه قواعد كتير قوي في الاول. زمان ابتديت حياتي المهنيه في شركه تامين امريكاني، كان اول حاجه في التريننج احنا بناخدها ما نتكلمش مع العملاء في دين وكره وسياسه. دول اكتر ثلاث حاجات بتخسر الناس. بما ان احنا جروب ستات انا شلت الكره من الموضوع وحطيت شويه قواعد نحترمها كلنا، احدها طبعا ما نتكلمش في الدين ولا السياسه، عشان تبقي دايما قاعده بتتكلمي وبتردي وبتتناقشي وبتدي رايك بمستوى معين من الاحترام والامان. انت هتتكلمي فانا هحكم عليكي او انا هقول مش عارفه ايه والكلام ده كله لا. فحطينا شويه قواعد نحترمها. كانت بتحصل طبعا غلطات في الاول، بنقول يا جماعه لما هيحصل الغلطه دي في حاجات ممكن نتغاضى عنها بسوري، بس في حاجات بنشيل على طول العضوه فوريفر، يعني ما بتقدرش حتى تجوين الجروب تاني. ده اللي خلى الناس تبتدي تتكلم براحتها، ده اللي خلى ال 300-400 اللي انا كنت عايزه اعملهم بقوا 40,000. طب احنا لحد دلوقتي لسه ما قلناش للمشاهدين هو الجروب بيتكلم عن ايه؟ هو الجروب بيتكلم عن ليه لا ما اجرب. ليه لا ما اجرب على اي حاجه في الحياه؟ ليه لا ما اجرب انا بشتغل طبيبه او الى حياتي كلها وقررت ان انا هسيب كل ده وهعمل بيزنس ليه علاقه بالطبخ. ليه لا ما اجرب ناس استقالت بحياتها، ناس درست وعملت حاجه اي ملهاش اي علاقه بالدراسه. طبعا
في جزء منها حياة كانت موجودة وتغيرت، ست بقت أم وأب، ست بقت ظروف الدنيا خلتها أم وأب، مش لازم يبقى طلاق، ممكن يبقى حاجات كتير قوي. ست قررت انها بعد الستين تبقى سيدة اعمال وتبتدي تشتغل اول مرة في حياتها. ولادها كبرت، جوزها اتوفى، بقيت حاسة انها لوحدها. طب ما اجرب ليه لا؟ هي دي عارفة الحركة بتاعت ما اجرب، طب ليه لا؟ بالظبط هي دي الفكرة. اي تحدي قابلتيه وقلتي طب ما اجرب، انا خسرانة ايه؟ فاهمة قصدي؟ طيب في خدمات الجروب بيقدمها للبنات اللي على الجروب؟ بصي بقى يا ستي، انا بحب لفظ البنات بس انا هقول لك ان احنا تقريبا افريج الاعمار، يعني لغايه من كام شهر كنا بنتكلم من 25 في ده لحد 75 80، وبعدين رينج واسع جدا جدا قوي جدا قوي وكل وبعدين الاول كنا بندخل يعني دايما الصغيرين اللي مش عارفه ايه، يقول طب بلاش عشان لو حد قال مشاكل ما تبقاش الحياه قدامهم غامقه. لقيت ان الناس بتكلمني تقول لي انا عملت اضافه لبنتي وبنت اختي ومش عارفه ايه، بليز دخليهم. فلقيت ان العضوات نفسهم هم اللي متحمسين. بصي لما ابتدى الجروب يكبر، اولا احنا خلال اول اسبوع الرقم طلع من 300-400 بقى 1000. طيب ماشي معلش، نتورك بتاعتي واسعة واصحابنا كتير. بعد أسبوعين بقاني 2003، فابتديت أحس إن العملية مش بس هندردش، وأي حد بيدخل بيدخل وهو مستعد إنه يحكي هو عمل إيه أيا كانت الحكاية. طبعا في يعني في مستوى الحاجات العادية اللي هي ما فيهاش حاجة خارج نطاق المألوف بس فيها تحديات. لقينا انه طيب لا اكيد في حاجات تانية ممكن تتعمل. ابتدى من مجرد بس فضفضة والناس تحكي الحاجات والناس تانية تقول طب ازاي كده، طب انا ممكن اعمل كده ازاي، لان احنا نساعد ناس انها تعمل مشاريع. ونساعد هنا، وانا بقول نساعد مش بفخم في نفسي بس لاني ما ببقاش لوحدي، بتبقى كل العضوات معايا. النهاردة واحدة قررت ان هي وقت السياحة ما هو مش شغال تعمل رحلات للستات، وابتدت تعمل رحلات وتعرفهم بمصر اللي كانت الاجانب بتيجي تزورها. مش مصر اللي انا وانت عارفينها بتاعت الساحل والجونه والحاجات دي. اول حاجه عملتها على جروب، والنهارده ما شاء الله عندها صفحه من انجح الصفحات. حد تاني بتعمل حاجات للشعر، موظفه في شركه مالتي ناشونال وشركتها موظفه، والاثنين قرروا يعملوا منتجات معينه في البيت. دي بقى الحاجات اللي ابتدت تتعمل. انا بعمل ايه بقى غير انك انت بتعملي الحاجات دي وبتحكي للناس والناس بتشجعك؟ انا ابتديت اخلي في يوم في الاسبوع تعملي دعايه. بالمناسبه علشان فكره ان هو انت حاولتي للسوشيال ميديا، ده نون بروفيت جروب، ده جروب ما عليهوش اي حاجه في الدنيا بفلوس. يعني انت هتعملي دعايه، انت هتعملي دعايه، انت عايزه تنزلي القصه بتاعتك وتحكي بتعملي الكلام ده كله، انت عايزه تعملي كورسات وبتدي كورسات برضو بتعلني عن اي حاجه. انا بشوف ان دي حاجه نوع من انواع الدعم. طبعا تيجي الناس تقولي طب على فكره هو في جروبات تانية بتعمل 1 2 3، انت بتعملي زيهم ليه؟ انا مش محتاجه. اكيد اي حد محتاج فلوس ومحتاج فلوس، انا اقصد ايه، انا مش محتاجه ان انا اجي اشاركك في حاجه انت لسه بتبتدي فيها. ما تبتدي وتعملي وتقفي على حيلك والكلام ده كله، انا ده انا بس لما بترفعي لي التليفون او بتبعتي لي دعوه او بتقولي لي انت مش فاهمه انت فرقتي معايا قد ايه، انا ده بالنسبه لي بعتبره اهم حاجه. طيب هل الجروب قدر ان هو يوفر قبل كده فرصه مثلا لشغل او فرصه لدراسه لحد من البنات؟ انا هفضل اقول لك البنات عشان انت عجبتك الكلمه. مهما بنكبر احنا بنات. احنا البنات طبعا. بصي ما عملتش يعني ما يمكن عشان انا مش شاطره قوي في موضوع التعليم، مش بيغريني. بس هقول لك انا عملت ايه. انا خليت الاسبوع ده عباره عن جدول. اوكي. يعني احنا يوم الاحد يا جماعه ده الميعاد اللي بنعمل فيه دعايات لكل برامجنا. يوم الاثنين اي حد بيحب يعمل الحاجات بتاعه اللايف كوتشنج، البيرنت كوتشنج، الحاجات بتاعه الكوتشنج دي من حقه يعمل الدعايات اللي هو عايزها. التلات انت بتحبي تكتبي او بتحبي شعر او بتعملي مناقشات ثقافيه، تقدري تنزلي كل الحاجات اللي بتعمليها، خواطر، كل الحاجات دي. الاربع كان عندنا فقره كده، واحده من العضوات بتحب قوي 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 توفى قرصين في الحلال. قلت لها يا بنتي دي هتجيب لك مشاكل. أيوة وجد طبعا. انا بحب الموضوع ده وحقيقي. اللي عنده بنت او اللي عنده ولد وعايز يجوزهم بيتواصلوا معاها، يعني هي بس بتقول ويتواصلوا معاها برايه خالص وتقعدهم مع بعض، ولو حصل نصيب
ترجع تقول لي ده فلان وفلانه اتجوزوا من خلال الجروب او اتخطبوا او الى اخره. والخميس خليناه البحث عن وظيفه او موظف. الاول كنا عاملينها ستات بس، يعني انا النهارده شركه وعايزه موظفين، فدي اوكي ما فيهاش ستات ورجاله، او حد سايب شغله وعايز يشتغل فبيدور على وظيفه معينه. وبعدين بعد الكورونا ناس كتير قوي اجوازتها قعدت في البيت طبعا، فابتدت الستات تبعت لي وان تو وان، هو انا ينفع اشوف شغل لجوزي؟ قلت لها ليه لا، هي ليه لا، يعني الست بتفضل هي اللي على الجروب وهي بتحاول تجيب وهي بتحط بقى لابنها او لجوزها او السي في بتاعت جوزها، هو مواصفاته كذا اشتغل في كذا فممكن يشتغل في كذا، وبقى ده السكادجول بتاعنا. فاحنا على طول في حاجات بتتعمل كل يوم في الاسبوع، كل يوم في الاسبوع عشان نشغل الاسبوع. اكتشفت ان الناس بتحب قوي تتعرف وتخرج، مش بقى الوحده او الناس وحيده، حتى الناس المتجوزه مخلفه هي ناس عايزه تتعرف على ناس جديده. كنت لسه هسالك، هل بيبقى بعد ما هم بيتكلموا مع بعض على الجروب فعلا بيقابلوا بعض في الحياه الحقيقيه؟ بيقابلوا بعض في الحياه الحقيقيه. انا دايما بقول يا جماعه انا مش جروب خروجات بس، مش جروب رحلات بس، بتصادف بقى رمضان بنفطر، بنعمل فطار مش في رمضان اللي هو بريكفاست الصبح عادي، بتتجمع فيه ستات حقيقي اقل مره بنبقى يمكن من 80 ل 100 فرد. في ناس اوريدي بتبتدي ريليشن وتكمل صحاب وتبتدي تشوفيهم. جيت بعد فتره علشان انا ادمن الجروب لوحدي، مش عارفه اجيب حد معايا. دايما بقول ايه، انا فيا حته بقرا ما بين السطور، مش عايزه اسيب حاجه لغلطه تكلفني المساحه الامنه اللي دايما الناس بتقول لي عليها. صح. فدايما بقى انا براجع بوست، انا براجع حد داخل الجروب، اللي داخل الجروب. انا عامه مش ببقى قلقانه انه راجل يدخل الجروب، لانه انا مش جروب مغري بالنسبه للرجاله، ما عنديش نكت ما عنديش تهريج. انا الحياه كلها تجارب، فيعني مش هو ده اللي هيعمل اغراء، بس دايما ببقى عايزه الستات زي بعض. يعني دايما اقول لهم ايه يا جماعه، احنا عايزين نعمل اضافه للناس، بس دايما ننقي الناس اللي زينا. صح. هيتكلم، انتوا هتتكلموا قدامهم وانتوا مستريحين. طيب بيبقى في طبعا بعض المشاكل اللي بتظهر لاي انسان يعني وبيتكلموا عنها في الجروب، والمشاكل دي بتحسي ان هي ما ينفعش حد مش دارس او مش حد طبيب مختص ان هو يتكلم فيها، ومحتاج مثلا دكتور نفسي. بتعملوا ايه مع الموضوع ده؟ طيب مبدئيا انا عندي عشان اي بوست يتعمل لازم انا ادي ابروفل، فانا لازم اقرا البوست لازم الأول. توافقي عليه؟ اوكي، لازم بوست اقرا وراجعه، علشان اللي انت بتتكلمي عليه، علشان برضو انا البوستات بتاعت انا متجوزه وبقالي فتره بس انا بفكر ان انا انفصل وعشان كذا كذا كذا، انا اجانست ان انا اقول لك اتطلقي او خليكي في البيت. طبعا. انا اجانست الاثنين، لان انا اصلا بسمع من طرف واحد. صح. فمش انا كمروه، انا كمروه وال 40,000 واحده ست. فالجروبات فالحاجات دي برد على اللي بعت البوست واقول لها لا هو مش هينفع نكتب كذا كذا كذا، علشان هتفتحي باب لواحد اتنين تلاته اربعه. انا هبقى زوجه تانيه، وده اكتر موضوع شائك على كل الاوجه. عايزه اعرف راي الناس، بقول لها خلي بالك ده موضوع شائك. بتقولي انا محتاجه اسمع، يمكن اللي هسمعه يفوقني. خلاص انا هنزل البوست عشان دي رغبتها وهي عارفه انها هتتحارب، بس لو الموضوع حصل فيه تخطي لاي نوع من انواع الحدود بقفل الكومنت. يعني احنا في شويه حاجات برضو بيساعدنا بيها فيسبوك انك تقدري تبقي دايما مسيطره. اللي عايزه دكتور نفسي او الحاجات دي كلها، ما بنكتبش المشكله وعلى اساسها بنعرض الحلول، لا، هي بتقول انا محتاجه لايف كوتش، انا محتاجه حد الطفل عنده 12 14 سنه بيعاني من كذا، انا محتاجه، وتبتدي الناس تدي ترشيحات. احنا عملنا جزء بتاعنا، انت بقى الجزء بتاعك، انت هتبتدي تشوفي مروه هريدي ده كويس ولا لا، فلان الفلاني ده كويس ولا لا، وتعملي. انما احنا ما بنعملش خالص ترشيح، يعني ما بنقولش لا ودي المفروض تعمليها كده لو حاجه نفسيه او قانونيه. يعني احنا معانا مثلا واحده من المحاميات الكبار في مصر ومشهوره جدا وليها في فيديوهاتها، قلت لها تطلعي معانا لايف. نسيت اقول لك ان احنا دايما بنعمل يوم الاربعاء لايف، بنستضيف فيه اي حد. يعني احنا بعد رمضان ما خلص وكانت مسلسل كامل العدد مكسره الدنيا، استضفنا خالد الحلفاوي وكان الراجل الوحيد اللي دخل الجروب عشان يبقى لايف، وخرج بعد ما خلصنا على طول عشان الناس كلها تتكلم معاه. استضفنا محاميه، استضفنا سيده بتشتغل في حاجه دبلوماسيه ليها علاقه بالاتيكيت والبروتوكول. كل اسبوع بنستضيف حد مختلف، ندي فكره للناس، نوريهم ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيجرى، الدنيا فيها ايه، عايزه تسالي، عايزه تتعلمي، عايزه ترجعي للحاجات دي كلها، ما فيهاش مشكله طبعا.
انت هتبعتي لي انفيتيشن على فكره اول ما عشان لازم ادخل على الجروب ده اكيد اول ما تخلص. طيب لو حد عنده فكره مشروع هل الجروب ممكن يساعده مثلا في دراسه جدوى او ان هو يساعد في تمويل ولا ده بعيد عن الجروب؟ بصي بقى انا اتعلمت من وانا صغيره من اول الجمعيه، عارفه الجمعيه بتاعت ما كل حق ما بحبهاش. ما بحبش اي حاجه حتى على مستوى يمكن اتعلمتها اون هارد واي، بس على مستوى صغير او كبير اي حاجه ليها علاقه بالفلوس. كويس، فانت جروب وجروب كبير واضح لان انت كمان مش بتستفيدي منه ماديا. اه لا، وحتى لو بستفيد، انت حتى لو بتستفيدي ماديا فده ليجل، انما هجيب سين او صاد او عين يعمل اي حاجه ليها فاينانشلز فيها مشاكل. وواحد من الجروبات حصلت عليه مشكله بسبب الجمعيات ورجعت قلت لهم شفتوا يا جماعه ما كنتش اعرف اي حاجه، بس انا دي طريقتي انا وانا صغيره، حد من زمايلنا مره خلاني اعمل جمعيه واختفى وانا كنتش فاهمه ومش بفهم الجمعيه دي تمشي ازاي، بس هو قال لي عايزك تساعديني فساعدته. اوكي، لا اي حاجه فيها فلوس بيبقى دايما وراها مشاكل، بيقعوا مع بعض هتبقي انت السبب، حد بيتاخر، حد ما بيدفعش، حد ما بيدفعش. حتى الحاجه الثانيه حتى التبرعات، يعني الحاجه اللي ممكن اوافق عليها حد بيقول يبعت يقول لي احنا بنلم هدوم لجامعه كذا عايزين حاجات كويسه حاجات مش عارفه ايه، فانزل البوست وفي الغالب ببقى عارفه الطرف اللي باعت، فانا متاكده ان الحاجات دي رايحه المكان ده. اي حاجه تانية ممكن يبقى عليها عارفه واجتنب الشبهات ما بقدرش تماما، انما بقى عايزه دراسه جدوى، عايزه افكار، عايزه حد يساعدك بحاجه تانية يكمل لك اللي انت بتعمليه، دي ما عنديش فيها اي مشكله. على العكس انا احيانا بعرف ناس ببعضها لان انا عارفه ان شغلهم يكمل بعض، فدي ما فيهاش مشكله. ايه اكتر قصه يا مروه جت على الجروب او اتبعتت لك ولحد دلوقتي ما بتقدريش تنسيها؟ بصي مش هبقى دراما قوي، بس كانت قصة عضوة مش عايشة في مصر، مصرية بس مش عايشة في مصر، وربنا اختبرها في 3 ولادها في حادثة واحدة ربنا افتكرها. كويس، واتكلمت هي ازاي مرت بالمرحلة دي وازاي كان عندها حل من الاتنين، يا تقع يا تبقى أكبر دكتورة موجودة في بلدها مسؤولة عن الكورونا في الوقت ده في البلد اللي هي موجودة فيها. وعملت ايه وعملت ايه وعملت ايه، انا وانا بقرا القصه دموعي نازله مش عارفه امسكها، وانا ويمكن القصه دي كانت يا 2020 2021 يعني في بدايه عز الكورونا، وكل فتره كبيره قوي افتكر القصه. فما راحتش من دماغي لان هي في الاخر وقفت وصمدت ما وقعتش، مع ان الناحيه الثانيه الزوج وقع وساب مصر قوي كمان جدا ابتلاء جدا مش جدا سهل بالظبط كده. مين هي البنت، ما بقولش الست، ها مين هي البنت اللي تقول لها ليه لا؟ ازاي يعني هي اي بنت في الدنيا ممكن تقول لها ليه لا؟ يعني انا هقول لك حاجه، انا واحده من القصص الملهمه جدا 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 ودي بقى دايما بعتبرها سكسس ستوري، هي دلوقتي 63 64 بدون ذكر اسامي، جوزها توفى، بناتها كبروا واستقلوا بحياتهم وكل حد عايش في بيت، وقررت تبتدي مشروع أكل وحاجات معينة من البيت. 3 شهور من بداية الترتيبات والدنيا مارس 2020 كورونا. 3 سنين كورانتين. طبعاً. وانتيش عارفة بقى أساساً هتعملي إيه. قالت لك أنا ما وقعتش. أنا على العكس قلت طيب يبقى أنا ابتديت بسرعة، خليني أعيد وأزيد وأتعلم وأدرس عشان يبقى اللي بعمله بعد ما ده يخلص، فبدل ما احنا بادين 60 61 احنا ابتدينا قولي احنا 23 ابتدت الحياه تبقى اسهل وتقدري تطلبي اكل من صح. من الناس دي ابتدي بشتغل على نظافه، وابتدت واشتغلت، واول مره كنت في افطار في رمضان اتعرفت عليها فيه هي جايبه البلح اللي هي عاملاه وبتوزعه على الناس وفرحانه بالهاند ميد، يمكن كمان اكتر ما هي بتفكر ماديا هي مبسوطه قوي ان الحاجات اللي تعبت فيها وعملتها بتقدمها للناس. ولحد النهارده 64 ولا 65 سنه مش هنحسب وشعله نشاط. بصي مفيش سن، مفيش عائق، مفيش اي حاجه غير جواكي، لا انا اقدر لا انا ما اقدرش. انا اقدر عارفه زي ما بيقولوها بعادي هتفوتي في الحديد. حقيقي هتفوتي في الحديد. 60 سنه عمرها ما اشتغلت، 3 ولاد كبار بقوا ظباط وسافروا سوري وراحوا شغلهم وحياتهم، وقررت انها تبتدي تعمل عفش.
بعد 60. يعني يا جماعه احنا عايزين نقول من خلال البرنامج والجروب ان مفيش حاجه اسمها اصل انا كبرت، اصل انا عجزت، اصل انا ما اقدرش. مفيش حاجه اسمها انا ما اقدرش. انا ما اقدرش دي بتاعتك، انما انت لو قررتي هتقدري. انا دايما بقولها ممكن اقول لك حاجه؟ اتفضل. اقصى جروب عندي على واتساب كان فيه 12 13 واحده، واقول لهم دايما انا اقفش على اصحابي اروح عامله ليفت للجروب. لو انت كنت سالتيني انت هل تقدري تمانجي جروب فيه 40,000 واحده ست، كنت هقول لك لا ما اقدرش. مشاكل الستات كتير جدا، وانا بتفرج ما انا على جروبات تانية استحاله. لا انا النهارده انترنت اتقطع عندي من كام يوم 24 ساعه فقط. انا كنت حاسه ان انا مش عارفه ايه اللي بيحصل في الحياه، كنت بنزل بره البيت عشان استخدم ال 3G. فلا طبعا انت بتقولي انك ما تقدريش، بس ساعتك جد بتقدري. طيب الانسان اللي عايز ياخد خطوه جديده في حياته، مثلا ليها علاقه بشغل، عايز يمشي من شغل، عايز يبتدي شغل جديد بس خايف، تقولي له ايه؟ يعمل ايه عشان الخوف ده يطلع؟ بصي يعمل ايه حاجات كتير، مش بس عايز، انا لازم ابقى عايز وبحسبها صح. يعني ما انت في ناس بتبقى حواليكي وقفشت اتضايقت حاجه ضايقتها في الشغل، لا انا هستقيل واقعد في البيت لحد ما تجيلي حاجه. بنتكلم بالعقل، عمرك ما وانت قاعده في البيت بتجيلك حاجه زي وانت بتشتغلي، صح؟ هتقدري؟ وانت النهارده متعوده على 1 2 3 4، هتقدري تعمليها لو انت مش لو انت قعدتي في البيت لغايه ما تلاقي شغل؟ انت ضامنه هتلاقي قد ايه؟ وابتدي اقول لها او اقول له بصي فلانه قعدت كام سنه، بصي فلانه قعدت كام سنه وقبلت بايه عشان هي كانت كذا كذا كذا. لازم تبقي حاسبها صح. الحاجه الوحيده نيفر تو ليت، كنت اول ما عملت جروب حبيت، هي حقيقي الستات ريسك تيكر اكتر من الرجاله، يعني الستات تاخد القرار انها تغير ولا هسيب ده واروح ده اسرع من اكتر اسرع بكتير من الرجاله. فكان حد نعرف قصته دكتور مخ واعصاب وزميل كليه مش عارفه ايه وكلام كبير قوي، وقرر ان هو يبقى شاف. ده غير مسار حياته كل تماما، كل حاجه ودراسته. انا يا جماعه لو دخلت طب وتعذبت كل ده مش هقدر. وهو عنده 33 سنه صغير. قال لخاله، هو هي دي قصته وانا كنت حاضره البروجرام فعشان كده انا حافظه القصه واستاذنته ان انا اي ويل شير الفيديو ده. هو قال له انا بحب الشيف ولو ما مشيتش دلوقتي مش هقدر احقق اللي انا عايزه. قال له حقق، استقيل، سيب كل اللي انت بتعمله وروح للحاجه اللي انت بتحبها، وعمل كده فعلا. فعمرها ما بتبقى غير بحسابات صح، وهتعمليها ازاي؟ طب ازاي احنا نقدر نغير فكره ان التغيير او البدايات الجديده دايما بتخوف، صح؟ طبعا. يعني احنا بقول لك هو حد عايز يمشي من شغل، طب ان انا ابتدي حاجه جديده ده ما يعني بيبقى فيه التغيير بيعمل خوف عامه. انت عارفه ان في واحد من الكورسات اللي بتدرس في الـ في الـ في الشغل وفي حياتنا يعني كلها اسمه كوبينج وذ تشينج، انك تتعامل مع التغيير، انك تتقبليه كمان، تقدري يبقى عندك. احنا بطبعنا عندنا ريزيستنس او رفض للتغيير، اي حاجه بقى، اي حاجه في الدنيا هتلاقي. يعني احنا من غير الحزام بتاع العربيه اول ما قالوا لي لبس الحزام لا انا رافضه، مع اني هو ده احسن لك بس انا رافضه. هي دي طبيعتنا. التغيير عامه بيخوف كل حد. وهو انت حتى لو هتغيري حياتك، لو بتغيري شغلك وخدتي قرار ومبسوطه ونقل على بوزيشن احلى وسالري احسن وكل حاجه بس احسن، بس اصل انا هيوحشني صحابي، بس اصل انا كنت مستريحه اكتر، الدنيا اصل انا اعرفهم بالظبط كده. فهي حاجه قدامك انت هتشتغلي فيها على نفسك. نفس فكره انا اقدر وما اقدرش، يا انت هتتقوقعي ومش هقدر اسيب الكومفورت زون واروح اي حته تانية، يا انت هتقدري تزقي نفسك. انا عامه من الناس دايما بيقول انت اكتر واحده تعرفي تشتغلي على نفسك، مش ده ولا كوتش ده ولا مش عارفه ايه، لا انت هتقدري يا انت مش هتقدري. صح. وبرده كلنا نقدر. بصي انا مقتنعه ان كلنا نقدر، وكلنا نقدر في حاجات كتير، يعني مش بس في تغيير الشغل، لا كلنا نقدر فعلا. اول ما هتحس ما هيبقى عندك الموقف لازم تقفي فيه، لازم تعملي كذا، ساعتها بس هتتاكدي انك تقدري. مروه انا مبسوطه جدا ان انت كنتي معايا النهارده وانت نورتيني. ميرسي يا ريان. ولو ما بعتليش الانفيتيشن مش هنزل الحلقه. لا 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 هبعتي الانفيتيشن. لا لا هبعتها لك طبعا. ومش عايزه اقول لك بقى ان انا من ساعه ما دخلت مبنى الاذاعه والتلفزيون وانا الابتسامه من الودن لودن، بقول لهم انا بتفرج، عملت بوست قبل ما ادخل، انا بتفرج حاسه ان انا في دنيا تانيه. عارفه دخلتي التلفزيون المصري، دخلتي التلفزيون بجد طبعا. لا اكيد ربنا يخليك. انت نورتي المبنى كله،
والجروب فعلا هو فظيع من اللي انت قلتي عليه، بس انا هدخل اتفرج. انا هتدخلي تتفرجي أيوة. وتشوفي كل حاجه بعدين ترجعي تقولي لي. حاضر اتفقنا. نورتيني يا مرة. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده. استنونا ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي في نفس الميعاد. باي باي.